قصص الآيات. قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام. اتخذ الله إبراهيم خليلا وبوأه مكانا جليلا، ومكث الخليل لم يرزق ولدا زمنا طويلا، فابتهل إلى مولاه: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. ولدت هاجر إسماعيل، فأحبه أبوه إبراهيم حبا شديدا، وملك عليه قلبه وكيانه، وأنس بثمرة فؤاده. مضت سنون إسماعيل تحفه شفقة الوالد الكهل، وما كاد الغلام يتفتح صباه ويبلغ سن الرشد، حتى رأى أبوه الخليل في منامه أنه يذبح وليده ووحيده. ورؤيا الأنبياء حق، فأدرك حينها أن ذلك إشارة من ربه بالتضحية، وأنه اختبار من رب العالمين، فما اعترض إبراهيم ولا عارض. وأراد إبراهيم عليه السلام أن يشرك ولده معه في هذا الاختبار، فأجاب إسماعيل مسلما مستسلما: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استجاب الأب والابن الحبيب للأمر المكروه العصيب، وجاءت ساعة إسالة الدم وإزهاق الروح. أضجع إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل على وجهه لئلا ينظر إليه وقت الذبح، ومضى إبراهيم عليه السلام لينفذ أمر ربه، بيمينه السكين وبشماله الجبين، وإسماعيل يتحين لحظة الموت. وحين بلغ إبراهيم هذه الدرجة من الاستسلام ولم يبق إلا حركة السكين، وظهر من إبراهيم وإسماعيل صدقهما، إذ بالنداء الرحيم يأتي من السماء: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قصص الآيات.